انطلقت في عمان فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج جلوبال بي اي التعليمي لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا للعام الحالي، والذي تنظمه مؤسسة ترفيع بتمويل من السفارة الأمريكية. ويهدف برنامج جلوبال بي اي إلى تشجيع ودعم العلماء والمعلمين والطلاب على التعاون في مجالات الأبحاث العلمية البيئية القائمة على أسلوب البحث العلمي باستخدام الاستقصاء والتطبيق ولدراسة أنظمة البيئة والنظام البيئي للكرة الأرضية من خلال الأساليب العلمية وخلق الوعي البيئي لدى المشاركين.